مجازر صباحية يرتكبها الطيران الحربي في مناطق ريف إدلب الجنوبي منذ الصباح. عشرات الغارات الجوية المكثفة على مناطق ريف إدلب الجنوبي، معرة النعمان، حاس، كفر رومة، كفرنبل، أدت إلى عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في الممتلكات وبعض الحرائق التي تمكن الدفاع المدني من إطفائها قبل قليل. لا إحصائية دقيقة عن عدد الشهداء والجرحى، لكن نستطيع أن نجزم أنهم بالعشرات. هناك أكثر من 5 شهداء في كفرنبل وحدها وعشرات الجرحى. هناك شهداء في بلدتي حاس وكفر رومة، هناك شهداء في معرة النعمان. طيران الحرب الآن ما زال يحلق في الأجواء. لا أدري إن كانت الكاميرا تستطيع التقاط التقاط الطيارة، لكن الطيران الحربي لا يكف ابدا عن التحليق. ربما يحاول ان يعوض ايام المطر. هذا هو اول الايام التي هي صحو بعد عده ايام غيوم ومطر. يحاول الان الطيران الحربي يستكلب بالتعويض. العمليات فتح الشوارع ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة من قبل عناصر الدفاع المدني. خلفي تماما حافلة كانت تنقل بعض المواطنين السوريين تم استهدافها أيضا بغارة جوية، مما أدى لاستشهاد وجرح من كانوا بداخلها وتهدم أو تعطل الحافلة بشكل كامل نتيجة القصف. إذن الدمار في كل مكان، لا يميز بين منزل مدني وحافلة تسير في الشوارع بين فرن وبنك دم. الطيران ما زال يحلق حتى هذه اللحظة وينفذ عدة غارات جوية. قام الطيران المجرم بقصف وسط المدينة بالغارة الأولى، وفي وقت فريق الدفاع المدني عم يشتغل في الغارة الأولى قام بقصف منطقة ثانية من وسط الضاعة من القسم الشمالي، كمان محل خضرة، أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والشهداء. وفرق الدفاع المدني والإسعافية عم تنقل الشهداء والجرحى على المشافة. تم استهداف مشفى أوريانت بصواريخ فراغية أيضا. بس ما في إحصائية أولية لعدد الشهداء والجرحى؟ إحصائية أولية ما في، في شهداء شلنا شهداء وجرحى كثير، تعبت المشافي والجوامع. الله يعطيكم العافية. رب